عبادة، واسأل الله من فضله. الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي. الذين يتكبرون على دعاء الله عز وجل سيدخلون جهنم داخلين، لأنه هو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. جاء أهمية الدعاء أنه هو الذي يرد قضاء الله عز وجل. إذا قدر الله عز وجل على أحد شيء فهو مكتوب لا محالة، لا يرد هذا المكتوب إلا الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء يرد القضاء، أو بنصه: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالدعاء هو الذي يتصدى ويرد قضاء الله عز وجل بقضاء الله عز وجل. أهمية الدعاء أنه يحقق التوحيد في هذه الأمة. حينما تأتيك بلوة عافانا الله وإياك، فأنت تتوجه بيدك إلى الله عز وجل وتقول: يا رب. حينما تقول يا رب فأنت تحقق توحيد الربوبية، لأنك علمت أن لهذا الكون رب وأن له مدبر، فلجأت إليه. حينما تقول يا رب فأنت تحقق توحيد العبودية، لأنك استجبت لأمر الله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. استجبت لأمر الله عز وجل القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنت تحقق الأسماء والصفات، لأنك حينما تقول يا رب تعلم أن لك إله سميع بصير مجيب الدعوات، تعلم أن لك إله رؤوف رحيم شافي شافيا من الأمراض. أهمية الدعاء أنه يحقق التوحيد لله. ثم ثانيا أقول عليك الدعاء وعلى الله الجواب. كل دعاء يخرج من المؤمن اعلم أنه مقبول عند الله عز وجل. ولذلك قال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون الإجابة. لابد أن يكون عندك يقين أن الله عز وجل يقبل دعاءك. عند البخاري في الأدب المفرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. أي عبد يدعو دعوة لله عز وجل أعطاه الله عز وجل فيها إحدى ثلاث: ما لم تكن هذه الدعوة فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيها دعاء على الأرحام، أو فيها تقطيع للأرحام. يعني ابتدع بتقول: يا رب اشفينا، يا رب عافينا، يا رب احفظنا من هذه الأوبئة. ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم وليس فيها قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث: أن يعجل الله له في الحياة الدنيا، تلاقي أثر الدعوة بتاعتك مردود عليك مباشرة، أو يدخرها الله عز وجل له في الآخرة، أو يصرف عنه سوءا بقدرها. بكل الأحوال دعوتك مستجابة عند الله عز وجل. قد ترى عاجل هذه الدعوة في الحياة الدنيا، وقد يؤخرها الله عز وجل لك في الآخرة، ويوم القيامة تتمنى لو أن الله اتخر لك كل الدعوات في الآخرة.
أو يصرف عنك سوءا أنت لا تراه، كان مقدرا لك فبدعائك صرفه الله عز وجل عنك وأنت لا تدري. المهم أن عليك الدعاء وعلى الله الجواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله دعاءه فليكثر من الدعاء. لو عايز ربنا يتقبل منك تكثر من الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانا. انظر إلى أحوال الرسل والمرسلين، الرسل والأنبياء، حينما دعا أيوب ربه في محنته، وأيوب إذ نادى ربه حينما اشتدت به البلوى، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كانت النتيجة فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. انظر إلى يونس عليه السلام وذنب ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. انظر إلى زكريا حينما دعا ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ووصفنا له زوجة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف على المنبر ويدخل عليه رجل ويقول: يا رسول الله ادع لنا، فقد جفت الدروع وهلكت الأموال في زمن في وقت قحط ما كانش في مطر، فقال: ادع الله لنا. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ثلاثا: اللهم أرثنا، اللهم أرثنا، اللهم أرثنا. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحضر من على لحيته، ويظل المطر أسبوعا كاملا حتى الجمعة التي تليها، ويأتي نفس الرجل ويقول: ادعو الله أن يمسك هذا المطر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا. ربما يقول قائل: هذا حال الأنبياء والمرسلين؟ لا، بل حال كل الصالحين. سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة تدعي عليه امرأة أنه أخذ أرضها، ويقول لها: كيف أخذ أرضك وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يسبي سبع أراضين. وتدعي هذه المرأة هذا الادعاء فيدعو عليها، يقول: اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمل بصرها واقتلها في أرضها. فما لبثت إلا أن أعمى الله بصرها وكانت تمشي في أرضها فوقعت في حفرة فماتت استجابة لدعوة سعيد بن زيد. سعد بن أبي وقاص يدعي عليه رجل أهل الكوفة يقول: هو لا يعمل بالقضية ولا يحكم بالسوية. فيصل الأمر إلى سعد بن أبي وقاص فيدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. طارت الأيام والسنوات ورؤي هذا الرجل وقد سقط حاجبه على عينيه، يعني بقى متقدم في السن جدا عجوز، سقط حاجبيه على عينيه ويرونه وهو يتعرض للجواري للبنات الصغيرين يعاكسهم، وهو سنه 90 سنة ويعاكس الجاريات الصغيرات ويسأل عن ذلك: سنك ما يسمعش كده؟ فيقول: هذه دعوة سعد ابن أبي وقاص، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. إذا أردنا أن نورد الأدلة قديما وحديثا وفي العصر الحديث وبيننا، بل سرح النظر في نفسك أنت، ستجد أن لك دعوات كثيرة مستجابات عند الله عز وجل. فأقول عليك الدعاء وكن على يقين أن الله عز وجل يجيب هذا الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واصلي واسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين اذا كان الامر هكذا. فما هي اداب الدعاء؟ اقول اداب الدعاء: اولا تتخير اوقات الدعاء. اوقات الدعاء على راسها جوف الليل. من منا يفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الامام الترمذي: اسمع الدعاء في جوف الليل. اسمع الدعاء في جوف الليل. عند البخاري وعند مسلم يقول: ينزل ربنا الى السماء الدنيا في كل ليله نزولا يليق بجلاله وبكماله، ويقول: من يدعوني فاستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل فعلت ذلك؟ لو أنت خايف من المرض والآن وعندك هلع، هل فكرت أن تقوم في جوف الليل حينما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وينادي عليك؟ هل فكرت أن تستجيب لنداء الله عز وجل؟ افعل ذلك وقم في جوف الليل، ولو تصلي ركعتين فقط، والجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. من أوقات الدعاء وأنت فاجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تخير الدعاء وأنت ساجد. من أوقات استجابة الدعاء بين الآذان والإقامة. كثير منا لا يأتي إلى المسجد إلا على الإقامة. جرب أنك تأتي مع الأذان وتصلي ركعتي السنة وتدعو الله عز وجل قبل الإقامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. جرب أن تصوم لله عز وجل يوما في سبيل الله. دعوة الصائم لا ترد، مقبولة عند الله عز وجل. ونحن مقبلون على أيام فيها نفحات وبركات من رب الأرض والسماوات. جرب أن تصوم لله عز وجل يوما في سبيل الله، وعند الإفطار تدعو الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء. إذن عليك أن تتخير أوقات الدعاء، وعليك أن تطهر نفسك من الحرارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكنه أكل من الحرام وشرب من الحرام وملبسه من الحرام، فأنى يستجاب له. الذين يقولون: لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ فكش في نفسك وطهر نفسك من الآثام. في كتاب الزهد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: خرج بنو إسرائيل حينما نزل عليهم بلاء، خرجوا في صعيد واحد يدعون الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم قال له: أخبر بني إسرائيل أنهم خرجوا إلي بأجساد نجسة وبأكف مليئة بالدماء وبأمعاء مملوءة بالحرام، ولما اشتد غضبي عليهم أقبلوا علي فما ازدادوا مني إلا بعدا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فتش في نفسك وتب إلى الله عز وجل. إذا أردت أن يتقبل الله عز وجل منك الدعاء فاحرص على أداء الفرائض. ما تدعي ربنا وأنت ما بتصليش؟ ما فائدة الدعاء؟ تدعو الله عز وجل وأنت تعصي الله عز وجل. ادعو الله عز وجل في التقرب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. اسمع تتمة الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه.
قد تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض، تقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، وفي نهاية خطبته أقول دعاءين فقط مهمين احرص عليهما: دعاء يؤمنك في حيز المكان، ودعاء يؤمنك في حيز الزمان، وما أعمارنا إلا زمان ومكان. أما الدعاء الذي يؤمنك في حيز المكان، حيز المكان يعني ايه؟ يعني رايح شغلك وخايف من العدوى، رايح مدرستك وخايف من العدوى، رايح السوق وخايف من العدوى. اذا دخلت هذه الاماكن فقط مطلوب منك ان تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. صعبه؟ اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها لا يضره شيء حتى يعود. دخلت المكان وانت في معيه الله عز وجل، كن مطمئن. اما حيز الزمن يعني الوقت، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. قالها ثلاثا، اذا قلتها في الصباح أنت في حيز الزمان في معية الله من الصباح إلى المساء، إذا قلتها في المساء أنت في حيز الزمان في معية الله من المساء إلى الصباح. خبلي لما هذا الهلع؟ الهلع يكون لغير المؤمنين، لكن أنت ترجو من الله ما لا يرجون. لا ينبغي أبدا أن يتصرف الخوف والهلع إلى قلوبنا ونفزع بهذه الطريقة. الموت جاي جاي، الكل ميت، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. علامة هذا الخوف، هذا الخوف وهذا الهلع لا يدل إلا على دلالة واحدة: ضعف الإيمان في قلبك. إذا وقع فيك ذلك وشعرت نعم بذلك فلا حرج، بادر أن تعود إلى الله، فتش في نفسك، اقترب من الله، تكن في معية الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الأمراض، اللهم اصرف عنا الأمراض، اللهم اصرف عنا الأمراض، اللهم اصرف عنا الأمراض، واصرف عنا الأوبئة، واصرف عنا الأوبئة. يا رب لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اصرف عنا سيء الأسقام، اللهم اصرف عنا سيء الأسقام، اللهم اصرف عنا سيء الأسقام. يا رب اجعل نصر في كنفك وأمامك، يا رب اجعل نصر في كنفك وأمامك، يا رب اجعل نصر في كنفك وأمامك وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.